شوفهم احليان يعني هيك لحالهم بيتاكلوا. يا سلام، طيناها شوية تحميرة حلوة هيك، وبدنا نرش هيك رشة بقدونس عليها. تفضل، اللي عندي قربة هيك فرجوني للمتابعين، شوفوا قديش جوسي، كتير فخامة. نشيل. محتارين شو بدكم تعملوا على الغداء اليوم؟ انا لقيت لكم الحل بوصفة كتير طيبة مع البطاطا واللحمة، بس شي مميز بنكهتها بخلطتها، ورح نعملها كمان بالفرن وعوج الجبنة، يعني تفويتات ببعضها كتير طيبة. ما حدا يروح على مطرح اذا بده ياكل غدا طيب ومحتار شو بده يعمل، يضل معي لاخر الفيديو. يلا نعملها. بطاطا، يا عين على البطاطا، شوفوا لي هالبطاطا كيف مقطعة صغير، اوكي، بهذا الشكل مكعبات صغيرة. انا بدي اضيف عليها شغلة، بدي زعبر اليوم، بدي اضيف عليها مثل ما عم تشوفوا خلطة الشيف احمد لبهارات البطاطا، شي روعة. هلا اللي بده هيدي الخلطة اسفل الفيديو مع المقادير في رقم تتواصلوا معنا على واتساب، وصل عندكم بكل لبنان، وفي اشياء كمان غيرها كتير رائعة. نتبل هالبطاطا يا عين، ورشة ملح عليها هالخفيف، اوكي، وبدي احط لها زيت زيتون. ليش؟ اللي بدي اعمله انا بدي احطها على الاير فراير ماشين، اوكي، اللي هي القلايه الهوائيه. هلا فيكم تشوها بالفرن، فيكم تسلقوها، وفيكم تقلوها، اللي بحب يعمل اللي بده اياه. خليط صارت عندي جاهزه، القلايه الكهربائيه الهوائيه، واللي بدي اعمله بدي اشويها، وخلينا نعمل طبخه اللحمه الروعه. القصه كلها هون. بلش اول شيء زيت زيتون، بصل وثوم، بصله صغيره وحسان ثوم، فليفله خضراء مقطعه صغير، نعطيهم هيك تقلية حلوه، لحم مفروم، لحم بقر مفروم، هون عندي تقريبا 350 جرام. هلا بهالوصفه يفضل انه يكون دهنه مش كتير، اوكي، شوفوا الدهن عندي. كمان بدي بلش قلبه، نقلب منقلب، قلينا اللحمة وسطويناها، رح ضيف لها ملعقة شاي بابريكا مدخنة أو عادي حسب المتوفر، أوريجانو، ملعقة شاي، فلفل أسود، دعم شوي زيادة يا عين، أكيد بدي ملحها، بنقلبهم شوي صغيرة هيك ليأخذوا طعمة مع اللحمة بداية، ريحتها كتير طيبة. هلا بدي ارجع اضيف حبة طماطم وسط مفرومة تكون حمراء، اوكي، كمان بنقلبها تعطيني جوز. هلا بهاراتها خفيفة بسيطة بس كتير روعة، مشان هيك حطينا نحنا بهارات مع البطاطا ليطلع كومبينيشن روعة. هيدي أكلة لاتينية، أوكي؟ رح ضيف لها شوية مي، تقريبا شي 3 أرباع كوب، خلي يطلع فيها جوس، شوفوا عندي كتير شي مهم، خليها تقريبا شي دقيقة على نار خفيفة بتاخد على بعضها من دون ما يتبخر عندي المي تبعها، أوكي؟ لازم تضلها رطبة هيك. طفينا تحتها، شوفوا عندي هيدي هي جاهزة، رح ارفعها عن النار. بدكم كريمه؟ ما عندكم كريمه؟ خلينا نعمل بديل الكريمه باسهل الطرق واوفرها. بديل الكريمه سهل جدا، حليب كامل الدسم كوب وثلاث ارباع، حطهم على النار، ملعقتين ونص طحين متعدد الاستعمالات، بنحرك هيدا الطحين على البارد قبل ما تغلي الحليب مشان يدوب عندي، ملعقه ونص طعام من الزبده، اوكي، لا اعطيها دسم، وبستمر بتحريكهم بهيدا الشكل لا يشدوا عندي، طبعا هو ما بيكون كتير سميك، اوكي، مثل قوام الكريمه. هيدي بتستعمل لكريمه، بدال كريمه الطبخ مش للحلويات، اوكي، بديل رائع طعمته كتير طيبه وسهل جدا. شد
سماكته رائعة. هيدا هو شفته كتير فيكم تستعملوه بدال الكريمة، ما لازم يكون اكتر من هيك شديد. اوكي هيدي السماكة المطلوبة اللي بدي اياها. البطاطا صار جاهزة عندي، شوفوا ما احلى لونها. هلأ بدي احطهم اللحمة والبطاطا واخلطهم مع بعض بهيدا الوعاء اللي بيدخل على الفرن. ننزل باللحمة يعني، شوفوا هاللحمة، نرجع بطاطا لون رائع، ونبلش بنخلطهم مع بعض. شوفوا ما احلاهم، يعني هيك لحالهم بيتاكلوا. على فكرة في ناس بتقدمها هيك بهيدي الطريقة، حركة صغيرة لهيدي بعدها سخنة وبننزل فيها دغري. يعين روعة، ما بحاجة نخلطهم كلهم جوا، ما بدنا اياها كلها تتغمق بالصوص. اوكي هي هون الفكرة، بس منيح كتير انه نهزها لينزل شوي من هيدا الكريمة بالكعب. في شغلة انه هاي الوصفات بحطوا مع الكريمة بيض، وبحطوا معها كمان شوية نشا وبيحركون مع بعض وبحطون، ما بحطوا بس كريمة. اوكي مشان في ناس اذا حطت كريمة ممكن ما يشد مع الخليط، فبدكم تلتجئوا لهيدي الخطوة شوي، بس جربوا هاي اضبط لكم صراحة. صارت جاهزة. اللي بدي اعمله فرن محمى مسبقا درجة الحرارة 180 سلسيوس، حطها بنص الفرن من الاعلى والاسفل. اول شيء بخليها تتلغلغ كلها مع بعضها، برجع بعدين بدي احط شوية جبنة محمرة وبتكون رائعة. شوفوا لي ما اروع، تحميرة بتجنن. هلا بدنا نيجي عليها بالجبنة، بدنا نحط جبنة موتزاريلا هيك نوزعها. بس تحميرة شوي للجبنة للدوب وبتكون جاهزة. يا سلام، طيناها شوي تحميرة حلوة هيك، وبدنا نرش هيك رشة بقدونس عليها، روعة. يعني أنا مش رح انطرها لتبرد. يا سلام، الله روعة. شوفوا طبعا اذا بتكوها لتبرد شوي بتنشال معكم بشكل اسهل. روعة، ضرب هيك حدا كمان. تفضل اللي عندي قربة هيك فرجيهم للمتابعين، شوفوا قديش جوسي، كتير فخامة. نشيل، بسم الله. يا سلام، كله مزيج رائع. بهارات البطاطا مع البطاطا مع هيدي اللحمة مع بديل الكريمة مع الجبنة، كتير شي طيب. صدقوني وجبة كاملة متكاملة لأطيب غدا. جربوها وادعولي. إلى اللقاء.